وصلنا لمحطتنا رشا تالي ورح نحكي فيها عن السلوك والسلوك عند الأطفال بالذات. كلياتنا بنعرف إنه في بعض الأطفال بيكون عندهم ناحية عدائية، بنقول بيكون عندهم مشاكل ولكن بيعبر عن هاي المشاكل بعداء مشان ما حدا يقرب عليه، ما حدا يحاسبه، ما حدا يعاقبه، مثل ما بيقول يعني بيتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيه. فبالتالي بنشوف كثير من الأطفال بيلجأوا للعراك وبيلجأوا أحيانا للسرقة وللكذب بدون شعور بالذنب، وحتى أحيانا بنشوفهم دائما عندهم حالات هروب من المدرسة، دائما بتفقديهم بتلاقيهم موجودين بالشارع على طول، عملته باللعب. اليوم هدول الأطفال أكيد هن ما هن أصحاء نفسيا، أكيد في اضطرابات نفسية ضمن سلوكهم. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر، ضيفنا لليوم هو الدكتور أنس دالي، طبيب في العلاج النفسي. أهلا وسهلا حكيم ومساء صباحك. مساء صباحك دكتور. خلينا نبلش بتوصيف أكثر لهذا النوع من الاضطراب السلوكي، شو يسمى وتعريفه بشكل أوسع. تماما، هلا هو بيجي ضمن التصنيفات الاضطرابات النفسية عند الأطفال ضمن اسم اضطراب المسلك أو conduct disorder. بتكون يعني الصيغة المسيطرة من الأعراض هي حالة خلل بالسلوك. بالدرجة الرئيسية هي حالة من العدائية، عدم الانضباط بالمعايير الاجتماعية، التهديد المستمر للمحيط، للأقران، الاعتداء على ملكيات الغير، افتعال حوادث كبيرة جدا، يعني حرائق مثلا، تخريب شيء بالممتلكات العامة بشكل كبير، يعني شيء يتجاوز مثلا تخريب عادي أو متعمد مثل تخريب كرسي حديقة. لا، يعني في واحدة من الحالات بشكل سريع بذكرها، كان في نوع من يعني بمنطقة هي كانت حساسة أمنيا، مضبوطة أمنيا، الطفل ساوى عبارة عن جمع كل شيء من الحاويات، عبارة عن مثلا أكياس بلاستيكية، أخشاب، ضل عم يجمع فيها لفترة طويلة، إضافة إلى أنه أتبعها بشيء من يعني مادة حارقة، بنزيل أو مازوت، وبلحظة صار في حريق كبير، يعني شيء أشبه بأنه مو حدث عابر، شيء في تماما شيء من التخطيط، شيء من الطفل دائما كان نفسه الطفل أنا بذكره، كان عامل نوع من زعامة العصابة ضمن منطقته ضمن الحارة، فهو كمان عم يوجه الأطفال الآخرين أنه نحن نحاول نخطف هالسيارة، بدنا نحاول نضرب، بدنا نحاول نعتدي. فالسمة الأساسية بهذا الاضطراب هو السلوك المؤذي، السلوك العدائي، السلوك المتعدي. هل اضطراب السلوك عند الأطفال يعني مرتبط بهذا، يعني فقط بحالة الاضطراب هذا؟ لا، هي الاضطرابات السلوكية ممكن تجي في سياق أكثر من اضطراب، وحتى ممكن تجي يعني كرد فعل عاطفي لحدث عابر للطفل، فقد معين، خسارة يعني أحد الأبوين، تعنيف، مثلا ظرف معين، ظرف حرب. عم نحكي دكتور عن الأسباب، يعني ذكرت لنا طفل اللي عمل هاي الفوضى. اليوم هذا الطفل مو من فراغ تصرف بهذا التصرف، في أسباب. خلينا هيك نركز على الأسباب اليوم كرمال كل حدا عم بشوفنا اليوم، شو الأسباب تدفع الطفل ليعمل خلينا نقول رئيس عصابة أو يفكر بهدول الأفكار الشريرة يعني؟ تماما. هلأ هو في يعني خلينا نقول نظريتين أو سببين رئيسيات. النظريه الاولى انه النظريه اللي بسموها البيولوجيه، وهي موجوده بكل الاضطرابات النفسيه، انه دائما هذا الطفل عنده استعداد بيولوجي خالص بياتي من الولاده لانه يكون عنده سلوك عنيف او سلوك عدائي. طيب قد يعني احد يسال سؤال بمعنى انه خلص هو شيء خلقي يعني، لكن لا، لكن هذا الاستعداد لا يظهر الا اذا كانت البيئه المحيطه تساعد على هذا الامر. مثل ما ذكرنا هون بيجي دور حالات الحروب، حالات الفقد، التعنيف الشديد، التعرض لحالات مثلا عند الطفل حالات تعنيف جنسي، تعنيف مهني، استغلال، مثلا العيش باماكن يعني غير ما فيها مقومات للعيش مثل المخيمات، مثلا تعرض لاذى شديد من الاقران بشكل مستمر او بشكل متوالي، مثلا الطفل بالمدرسه ما عم بيتلاحظ انه مثلا في حدا اكبر منه بالعمر دائما وبشكل مزمن ومستديم. فاللي بدي اذكره انه حتى العامل البيولوجي لا يفعل إلا في حال كانت البيئة المحيطة تؤهب وتساعد على اليوم. على هذا. فالبيئة المحيطة بدءا من الأسرة طبعا رقم واحد، للمدرسة، ولكن الأسرة دائما لأنه هو معظم فترات اليوم هي اللي عم بيعيش فيها الطفل، وهي اللي عم بتسب منها المفاهيم، وهي اللي عم بتسب منها دائما الصح والخطأ، غياب حتى وجود مثلا الأهل، ولكن بغياب دور الأهل الحقيقي. مثلا الأب مثلا بنلاقيه بحالة إدمان، غير ملتفت للمنزل، الأم مثلا لنفترض انفصلت أو عم تضطر تبقى خارج المنزل لفترات طويلة، أحيانا قد يكون بسبب نبيل يعني سبب العمل لأنه ما في مين يغطي، ولكن دائما هي الظروف الأسرية المحيطة كتير بيكون لها دور. نقطة كمان مهمة، الغياب الأهل زائد أو بيعززها أكثر
الطفل اكيد بده بغياب الاهل بده يلجا لحدا يستقي منه معلوماته، بده يلجا لحدا يستقي منه الصح والخطا، المفاهيم، وجود بيئه محيطه مثلا من الاقران، من الاصدقاء، او ضمن محيط المنزل، او حتى احيانا على فكره سجلت حالات من العاب الفيديو، هي باعمار صغيره، العاب الفيديو مثلا، الفيديوهات العنيفه جدا، كطفل بمرحله عمريه صغيره، وظيفه السلوك مثل اي وظيفه ثانيه، مثل وظيفه التفكير، مثل وظيفه الادراك، مثل وظيفه اللمس، مثل وظيفه الذاكره، كلها عند الطفل بشكل تراكمي تبنى، فحتى السلوك ايضا يبنى بشكل تراكمي، فباعمار صغيره دائما بدنا نتوقع نحن بانه اي منبه خارجي او اي شيء خارجي قادر على التاثير بالطفل، مثل ما ذكرنا مثلا الافلام العنيفه، افلام المصارعه، افلام بالنسبه له هي مصدر عم بيستقي منه، ما عنده المفهوم ليميز هو بين الصح والخطا، هل هذا صح او خطا، هو بالنسبه له شايف اشخاص عم بيقوموا بهذا الشيء فهو بالمقابل ايه ممكن اعمله، ما عنده لسه قدره على التمييز بين الصح والخطا، وخصوصا مثل ما ذكرت باعمار صغيره. نعم دكتور، يعني نحن عم نحكي هلا على ظهور اضطرابات سلوكيه كثير عند اعمار مختلفه، ولكن الاطفال هي بتكون الاخطر لانه نحن عم نبني جيل على الاطفال، فبالتالي هذا مبرر عم نشوفه هلا او مفسر لكثير من الجرائم اللي عم نشوفها حاليا بالفترة الأخيرة بأعمار صغيرة، مثل ما حضرتك ذكرت عم نقول معقول طفل بيطلع منه كل هالشي، فكيف بيتم تشخيص هذا الاضطراب؟ شو هي أبرز العوامل أو خلينا نقول الأعراض اللي بتظهر، ومين اللي بيقدر يشخص بالبداية إذا الأهل كانوا مسبب؟ فكيف بده يتم تشخيص هذا الاضطراب؟ تماما، احيانا الاهل قد يكونوا مسبب بشكل مباشر او بغير مباشر، يعني اما باهمال منهم او ربما باهمال خلينا نقول مو متعمد، ولكن بدات تظهر هاي السلوكيات، ولكن على الاقل اي حدا من البيئه المحيطه ممكن يهمه امر هذا الطفل، نحن دائما بنقول في عده مؤشرات اساسيه يجب الانتباه لها. طفل اضطراب المسلك خلينا نقول 24 ساعه الطاغي على سلوكه هو الاذى. يعني مو انه بس بفترات محدده هو بيأذي، بعد اللي مر بفترات هجوم، لا بكل الاوقات، هو طالما يعني عايش هو بشكل مستمر دائما عم بيأذي، مثل ما ذكرنا سواء الملكيات العامه او الملكيات الخاصه، يعني بالمنزل دائما عنده سلوك متحدي، لا يستمع للاوامر، يخرب اغراض المنزل مثلا، يسرق بشكل متكرر، لا ينضبط بالقواعد العامه ابدا، حتى من المدرسه قصه هروب متكرر، قصه افتعال مشاجرات، قصه مشاكل. في نقطه كمان ممكن تلاحظ احيانا بالنسبه للحيوانات مثلا، ممكن الطفل عنف الحيوانات بطريقه يمكن لانه يعني بيشعر بانه له سلطه عليها اكبر من انه الاشخاص الثانيين، بالنهايه البالغين حتى اقرانه حتى كذا مو بالضروره يقدر يسيطر عليهم، فبنلاقي توجه اكثر لموضوع الحيوانات. فهي خلينا نقول يعني سلسله من عدم الانضباط بشيء، عدم وجود مفهوم الصح والخطا او مفهوم قانوني او لا قانوني او مفهوم العيب او ما نوع عيب، طاغي على سلوك الطفل بشكل مستمر. هلا هون بس في نقطه بدي اذكرها، انه حتى الاضطرابات السلوكيه مو شرط تجي في سياق اضطراب المسلك، ممكن الطفل احيانا يعبر عن حاله معينه مثل اكتئاب الاطفال بشيء سلوكي، لكن هون كيف منميز؟ او حتى مثلا اللي حكينا عنه بحلقه ماضيه حالات فرط النشاط ونقص الانتباه، لكن هون كيف منميز؟ اول شيء مثل ما ذكرنا الصوره السريريه الطاغيه لاضطراب المسلك هو الاذى بالسلوك. بالنسبة للاضطرابات الأخرى اللي بيجي معها اضطراب سلوك، لا ما بتكون هي الطاغية، بتكون كتير يعني مؤقتة، بتكون دائما تستهدف شيء معين، غالبا الطفل عم بيحاول بلغته الخاصة يعبر، مثل الطفل مثلا خلينا نقول وقت يرفض يسمع الكلمة لأنه حزين أو لأنه عنده شيء معين بده يوصله لأهله، أو مثلا بيصير بيضرب أخته الصغيرة ليعبر عن موضوع غيرة مثلا، فهي بتجي بسياق اضطرابات أخرى، ولكن ما بتكون هي الطاغية، بتكون شيء منفصل، شيء له يعني بفترة معينة أو حتى أحياناً ضمن جو معين وبتتلاشى. إضافة إلى ذلك بيكون في أعراض أخرى بتوجهنا أنه هذا مو بس اضطراب مسلك، في أعراض مزاجية مثلاً، في أعراض فرط نشاط. فاضطراب السلوك ممكن مثل ما قلنا بشكل رئيسي يجي ضمن اضطراب المسلك، ممكن يجي بسياق حالات أخرى. هلأ مين القادر هو يشخص؟ هو كمسؤولية التشخيص، مو بس يعني مو بس العلاج عم بحكي، عن التشخيص هو الطبيب النفسي، كونه هو اضطراب من الاضطرابات النفسية المصنفة عند الأطفال. هلا تحويل للعلاج بيتم عن طريقه، وغالبا نروح لموضوع العلاج. تمام. دكتور، في نقطة كثير مهمة اليوم، ثقافة الطب النفسي ما كثير نحن عندنا معممة، كثير بنشوف هدول الحالات اللي عم تذكرون بالأطفال، ولكن دائما في رفض للواقع، فبتقول لك ابني شقي، ابني صغير بكره بيكبر بيتعلم النظامي كذا، يعني حنية الأم عم تفرض حالها، ولكن اليوم مثل ما ذكرت حضرتك وقال سلمى عم نشوف كثير جرائم وعم نشوف الاطفال بعمر كثير مبكر. صحيح. فاليوم من خلال وجودك هدول الاعراض كثير مهم الام تنتبه لهم، ما تقول ابني شقي ابني حيكبر، اكيد حيكبر، ولكن حيكبر على
أذية أكبر. يعني خلينا نروح لمرحلة العلاج اليوم، الطب النفسي كيف تدخل بهذا الموضوع؟ تمام، هلا مثل بس حعقب تعقيب صغير بشكل سريع. موضوع يعني اضطرابات السلوك عند الأطفال هو موضوع كتير كبير ومعقد، يعني مو معناته هو يا اضطراب يا أما ما في اضطراب، ممكن تكون سلوكيات عابرة تعلمها استقاها مثل ما قلت، شاف صديقه عم بيعملها، فممكن يكون عند بس سلوك واحد، يعني مو شرط وصل لمرحلة الاضطراب. تمام، ولكن هذا السلوك بحاجة دائما لتدبير فوري. دائما الاستشارة النفسية خلينا نقول هي من باب الوقاية، قد ما يكون في استطباب كاضطراب، يعني انا استطباب لعلاج مستمر، ولكن على الاقل اذا ما كان في مشكله فاوكي انا نفدت، لانه المشكلات السلوكيه اذا ازمنت صار صعب ابدا التخلي عنها، ونسبه كبيره منها تتحول لشيء مع الايام اسمه اضطراب شخصيه مضاده للمجتمع. يعني بعد 13 سنه بيصير الزلمه اللي عنده جنوح، اللي عنده دائما دخول متكرر للسجن، حوادث اغتصاب، حوادث سرقه. هلا بالنسبه للعلاج تماما، بالنسبه للعلاج مثل ما نحن عم نتعامل مع شريحه اطفال، دور الأدوية محدود هون، خصوصاً إذا كان بأعمار صغيرة. نحن نلجأ لتقنيات العلاج السلوكي عند معالجين متخصصين، واللي غالباً تلجأ لشيء اسمه التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي. كيف؟ الطفل بشكل أو بآخر لو كان بنسبة قليلة عنده سلوكيات إيجابية، حتى لو كان اضطراب مسلك، ربما يكون عنده نوع من السلوك الإيجابي المعين بشكل بسيط، فنحن بنلجأ لتعزيزه. طبعا هذا عم بحكي بشكل سريع، ولكن هو هذا برنامج معقد، ويمكن يفشل ويمكن ينجح، وبده صبر طويل وتعاون شديد بين الاهل وبين المعالج السلوكي ببرامج. فبنلجأ نحن مثلا لمكافأته على السلوك الايجابي، من دون ما نقول له انت عملت سلوك ايجابي فنحن عم نكافئك، لا، بتصير باللاوعي تدريجيا الشخص كون الطفل بيتعامل باسلوب المكافأة ممكن انه يزيده. وبالمقابل اذا عمل سلوك معين سلبي، ممكن نحن مثلا نخفف مكافأة معينة او نشيل شيء، فبصير عنده نوع من الاطفاء التدريجي. طبعا كمان برجع بقول بالحالات الحاده هذا الحكي مو سهل ابدا، فكل ما كان التدبير بشكل يعني ابكر، كل ما كانت السلوكيات محدوده، كل ما كان من السهوله بانه ضبط هذا الموضوع. هلا بيجي شوي بمراحل يعني اعلى عمريه، اعلى مثل خلينا نقول بعد العشر سنوات او 12 سنه مع بدايه البلوغ، ممكن نلجا لبعض الزمر الدوائيه لضبط الحاله الانفعاليه اللي بتكون زادت، يعني مع البلوغ صار عندنا طفل كبير معناه صغير، ممكن حجم ازاءه يكون اكبر، فممكن نلجا لبعض الادويه. طبعا مو علاجيه، هي يعني بتضبط الحاله الاندفاعيه والانفعاليه. نعم، كمان دكتور خلينا نحكي، اليوم حكينا عن دور الأهل والمدرسة، وهن يعني لهم دور كتير كبير. قد ايه كمان بالعلاج بيلعب دور، وخصوصا العلاج لما بيكون بالسلوك وليس بالضبط. مثل ما قلت حضرتك بالأدوية، فمثل ما حكيت مبدأ التعزيز هو بده حدا متابع، خلينا نقول كمان 24 ساعة، وهي ما له نوع من الاضطرابات تبعنا اخضع جلسات لعند لمعالج اوكي اعطاني شيء معين ارجع لعنده بعد اسبوع لحتى تابع بالجلسة الثانية، لا، اذا ما تم الالتزام بعد البرنامج اللي تم الاتفاق عليه مع الاهل والمعالج عمليا ما راح يكون فائده ابدا. هي عباره عن برنامج تدريبي وسلوكي، ومثل ما قلنا بده صبر، يعني بده صبر، وقد يفشل مرات وقد ينجح مرات، ولكن بشكل تراكمي ممكن انه فعلا يؤدي لنتيجه. فهو ما له علاج تقليدي مرتبط بس بجلسات اللي بروح فيها عند المعالج او عند الطبيب او او او، لا، هو بالعكس، هو حتى كل نماذج العلاج حتى يعني اللغه الانجليزيه بيقولوا البيرنت تشايلد مثلا سكيلز، يعني هي علاقه بالمهارات الوالديه مع الطفل، ما بيقولوا المعالج، لانه هو هي برنامج بيعلمه المعالج للاهل او حتى للمحيط او حتى للمدرسه او حتى لتقدر تتعامل فيه سلوكيا مع هذا الطفل. نعم. طيب دكتور، اليوم ما في داعي للأهل يوصلوا لهي المرحلة، يعني احنا ما في داعي انه نترك الطفل يتجاوز مراحل بهذا الاضطراب لحتى اليوم نلجأ لاستشارة نفسية. اذا هيك حبينا نعطي نصائح للأهل، خطوات نحن نقدر نحمي اطفالنا من خلالهم. تمام، بالدرجة الاولى نركز على البيئة الداعمة منذ الطفولة، هي حتى وقاية لمعظم الاضطرابات النفسية. إذا وجد ظرف معين ذهب أحد الأبوين، محاولة التعويض بالدرجة الأولى، تكثيف الاهتمام، يعني هي بجزء نصائح ما بحاجة لطبيب، هي نصائح عامة والكل بيعرفها، ولكن تطبيقها عم نلاقي دائما أنه هو صعب أو ما له موجود. وجود البيئة الداعمة للطفل بشكل رئيسي، وجود البيئة الموجهة، وجود النموذج دائما بالنسبة للطفل، يعني بغياب الأب ممكن يحل العم أو الخال، ممكن يحل الجد، عند الأم مثلا غابت الأم في شخص بديل ممكن يحل، ما صارت وفاة أو شيء، وجود الداعم دائما، البيئة الداعمة، وجود القدوة عند الطفل الموجهة دائما ممكن يتعلق فيها هو شيء أساسي تماما. طبعا في عوامل أخرى اللي هي لها علاقة يمكن دور أكبر من دور الأسر، إذا كان في نكبات، في أزمات، في حروب، محاولة تحييد الأطفال قدر الإمكان، محاولة التركيز على بعض الأمور رغم الظروف الصعبة، مثلا التعليم المستمر، هي كلها فكرة التعليم ما بتعني بس التعليم كدروس، هي بتعني بالنسبة للطفل فكرة انضباط، فكرة التزام، فكرة صف، فكرة مدرس اسمع كلمته، فكلها هي لها دور بصياغة هذا الطفل. فالتركيز على البيئة الداعمة
من الأسرة ومن غير الأسرة، رغم الظروف الصعبة هذا يعني له عامل وقاية كتير كبير من معظم الاضطرابات النفسية، مو بس من يعني اضطراب المسلك. أكيد بدنا نشكرك دكتور أنس الدالي على وجودك وعلى كل المعلومات اللي قدمت لنا.